معظم الاكتشافات المدهشة في حياتنا تحدث بشكل عفوي تماماً. في هذا الفيديو سترى أماكن رائعة وأشياء غريبة ووسائل من العصور القديمة اكتشفها أشخاص بالصدفة. البعض سيخيفك والبعض الآخر سيفاجئك، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. المشي عبر المباني المهجورة أمر رائع جدا بالطبع، ولكن استكشاف مروحية حقيقية تحطمت في الماضي تجربة مختلفة تماما. تم العثور على هذه المروحية من قبل بعض الرجال الذين كانوا في رحلة بهولندا، ويعتقد البعض أنها طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز بيل يو اتش وان هيوي. قضت هذه التحفة الفنية 28 سنة في حظيرة قديمة قبل أن تخرج للعلن. يتعلق الأمر بسيارة لامبورغيني ميورا بي 400 الرياضية الفائقة، والتي تعود لسنة 1967. كانت هذه السيارة مخبأة منذ أواخر الثمانينيات في إيفانستون إلينوي. كانت السيارة في الأساس إرثاً عائلياً تخلى عنها مالكها لسنوات عديدة، وأعيد اكتشافها سنة 2016. بالطبع كانت عملية الترميم صعبة بعض الشيء، ولكنها كانت تستحق ذلك بالتأكيد، وتقدر قيمة هذه السيارة الآن بحوالي 300,000 دولار. تخفي أعماق المحيطات الكثير من الأسرار التي تمكن بعض المحظوظين من اكتشافها. كل هذه المركبات والدراجات النارية موجودة على سفينة شحن بريطانية مدرعة أغرقها الطيران الألماني، وهذا سنة 1941. تقع السفينة في البحر الأحمر على عمق حوالي 30 مترا، وعلى متنها بالإضافة إلى مئات الدراجات النارية والسيارات، دخائر مختلفة وقطع غيار وأربع ناقلات مدرعة للجنود وقاطرتان بخاريتان. منذ أكثر من 30 عاماً، وسكان منطقة بريتن الفرنسية يصادفون على الساحل شيئاً لا يمكن تفسيره تماماً، ظهور هواتف على شكل قط غارفيلد، حيث ظلت الأمواج تلفظ الهواتف البرتقالية لسنوات عديدة. هل يمكن أن تكون رسالة غريبة من مخلوقات البحر؟ الشرح بسيط جداً. في الثمانينيات غرقت حاوية شحن مليئة بالهواتف على شكل شخصية كرتونية في المياه. كانت الحاوية المعدنية العملاقة عالقة في كهف عميق، وكان من الصعب الوصول إليها، وكانت معظم القطع مبعثرة في المحيط. والآن أصبحت هواتف غارفيلد في فرنسا رمزاً غريباً للتلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية. هذه المنازل الصغيرة التي تشبه بعض المقابر القديمة تقدر مساحتها بحوالي 500,000 متر مربع. في منطقة نانشان في مدينة تشونغ تشينغ الصينية يوجد مجمع ضخم من الفيلات المهجورة، تم بناؤها في نهاية القرن العشرين كوجهة للأغنياء لقضاء عطلاتهم، ولكن عندما اكتمل المشروع بنسبة 70% أفلس المالك وتوقف البناء. ولكن بعد سنوات قليلة تم تنفيذ الأعمال، ولكن دون أن تتكلل بالنجاح،
إلا أن هذا المكان يعتبر من بين الأماكن المفضلة للمغامرين. عندما يصبح الاكتشاف الغريب أكثر من مفاجأة سارة، بل يكون له أيضا تطبيق عملي في الحياة، وعندما تطبق الإمكانيات الميكانيكية المتاحة. غالبا ما يجد ضباط الشرطة أثناء أداء واجبهم أشياء غير عادية في مسرح الجريمة وأماكن أخرى، ولكن بعض الأشياء يمكن أن تفاجئ حتى المحترفين المخضرمين. وكمثال على ذلك، فقد عثرت شرطة أستراليا في مستودع بإحدى ضواحي سيدني الصغيرة على مجوهرات مسروقة وسبائك ذهبية وتحف وحزم نقود تصل قيمتها إلى 65 مليون دولار. يمكن أن تكون أجهزة الكشف عن المعادن مفيدة للغاية، وفي هذه الحالة مكنت هذه الأجهزة رجلين من العثور على دراجة نارية والحفر لإخراجها. بالمناسبة، تم إنتاجها في تشيكوسلوفاكيا منذ عام 1929. تخيل كم سيكون رائعا جدا العثور على مكان مهجور تماما يشبه بلدة صغيرة وكأنها نجت بعد نهاية العالم. كان صاحب هذا الفيديو محظوظاً، لقد وجد مكاناً رائعاً جداً به الكثير من السيارات المهجورة وأيضاً مروحية حقيقية. قال المغامر بأن جميع السيارات تقريباً كانت مغلقة، ومن يدري، ربما غادر المالك هذا المكان في عجلة من أمره. ويبدو أنه مكان مثالي للتصوير أو التقاط الصور، أو أن هذا المكان يخفي شيئاً مريباً ومن الأفضل عدم البقاء هناك لفترة طويلة. في الوقت الحالي ربما تشعر بالحسد تجاه كل بائعي الكتب وأمناء المكتبات في العالم. اعترف بذلك، هل أنت أيضا متعود على إخفاء النقود في الكتب؟ نادرا ما تكون الأساطير حول الكنز المخفي صحيحة، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للكنز الموجود في البلدة الإنجليزية الصغيرة بوثمان. هناك في حظيرة قديمة تم اكتشاف مجموعة تضم ثمانية من أفضل نماذج الدراجات النارية، وقد كان السكان المحليون يرددون الكثير من الشائعات بخصوص موقعها. قضت هذه الدراجات النارية أكثر من 50 عاما في ذلك السجن، ووفقا لبعض التقديرات فقد تصل قيمة هذه المجموعة النادرة إلى 3.5 مليون دولار. يقولون أن الشخص الذي يبحث جيداً يجد دائماً ما يبحث عنه، رغم أن ذلك يحدث في بعض الأحيان بصعوبة. صاحب هذا الفيديو يدعى إف، وهوايته هي البحث عن الكنوز على الشواطئ باستخدام جهاز الكشف عن المعادن. في إحدى مغامراته الاستكشافية وجد إف شيئاً ثميناً، حيث عثر على حزمة من الأوراق المالية تقدر بأكثر من 100 ألف دولار. والسؤال الوحيد هو كيف انتهى بها المطاف في هذا المكان؟ وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.